كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. بعد قال قام عبد الله، قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه، ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال أي قال معا ست مرات، ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث. حارث هذه كانت خالة عبد الله بن عباس، وبات عبد الله بن عباس وهو صغير في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة. شوف نام بقرب النبي عليه الصلاة والسلام، الوسادة اللي كانت بالطول هنا، شوف بالطول، فهو اضطجع على عرضها، هل عرض الوسادة. بعدين قال: فجعل يمسح النوم عن وجهه. كيف عن وجهه؟ قال يعني مثل طريقة أن يمسح بيده عينه، مثل تدري واحد لما يقوم يمسح عينه، ليس المراد أن يمسح وجهه وإنما يمسح عينه. وقال علماء هذه أيضا من السنة، من السنن، بل من السنة المهجورة. إذا أردت اليوم طبق السنة نمت وقعد امسح عينيك. طيب ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، آيات عظيمة. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات عندما استيقظ، ثم قام إلى شن. الشن هي القربة البالية القديمة وكان فيها ماء، فتوضأ منها. إيش معنى فتلها؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، فقام ابن عباس عن يمينه يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف الرحيم والرؤوف وضع يده اليمنى على رأس عبد الله بن عباس، ثم أخذ بيده اليمنى ففتلها سيدي وهو في الصلاة. فتلها أي حرك يده على أذنه تحريكا يسيرا. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ قالوا إما فعل ذلك ليؤنسه في ظلمة الليل، يعني يكون يعني يحس أن بالأنس أنا معك، عرفت، أو حتى ينشط ويزيل النعاس عنه، يا أما هذا أو هذا. ثم قال كم ركعة صلى؟ قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات، 12 ركعة.